مصرف السلام الجزائر. عشر سنوات من التميز والعطاء. شارك مصرف السلام الجزائر يوم 25 جوان 2019 في يوم دراسي تحت عنوان دور الخدمة البنكية في ترقية السوق المالية في الجزائر، وقد مثله السيد الهادي جنادي مدير التمويل بالفرع التجاري رفقة مجموعة من الخبراء المختصين في الاقتصاد، من بينهم الأستاذ مزار سفيان خبير مالي مختص في عصرنة الخدمات المصرفية، والسيد حميد علوان أستاذ جامعي، والسيد خير الدين الهامل ممثل الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب. وقد دارت فعاليات هذه الدورة حول أهمية البنوك الإلكترونية والتطبيقات الرقمية الخاصة بالخدمات المصرفية ودورها الفعال في تطوير عجلة الاقتصاد. وقد أوضح السيد جنادي الدور الريادي لمصرف السلام في هذا المجال، شارحا تطبيق السلام سمارت بانكينج وخدمة الدفع عبر الإنترنت إأمينة، بالإضافة إلى السلام مباشر. وقد تطرق إلى دورها الفعال في تسهيل الخدمات المصرفية، ما جعل مصرف السلام يكسب ثقة المواطن الجزائري ويفيده بالكثير من الخدمات المميزة والمتلائمة مع متطلباته واحتياجاته.